ناس كتيرة بتعاني من وجود شوق على سطح اللسان من فوق، والشوق دي بتجمع أكل وبكتيريا وبتسبب رائحة فم كريهة. ففي فيديو النهاردة أنا هقولك على أسباب الشوق دي إيه، وكمان أعراضها وعلاجها، وكمان هقولك على شوية طرق طبيعية في البيت تقدر بيها تقلل من تشققات اللسان دي. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. تشققات اللسان دي مشكلة مزعجة جدا، ليها أسباب كتيرة قوي. أول سبب من أسباب التشققات دي هو وجود التهابات في اللسان نتيجة تناول الأطعمة الحارة واللي فيها توابل كتير قوي، لأن الأطعمة الحارة والتوابل على المدى البعيد بتسبب تهيج في سطح اللسان. فالتهيج ده لو فضل فترة طويلة قوي، كل شوية تاكل أكل حراق أو فيها توابل، هتلاقي لسانك كل شوية يحصل فيه التهاب. فالالتهابات دي كلها هتسبب تشققات في اللسان، وده أول سبب من أسباب تشققات اللسان. فأهم حاجة على قد ما نقدر نحاول نقلل من الأطعمة اللي فيها توابل كتير قوي والأطعمة الحارة برضو، عشان ما يحصل لناش تشققات في اللسان. تاني سبب بقى من أسباب تشققات اللسان هو التدخين. التدخين من الحاجات الضارة جدا اللي بتأثر على اللسان، لأنها بتأثر على الغدد اللعابية اللي تبقى موجودة في الفم. فهي لما هتأثر على الغدد اللعابية اللي موجودة في الفم هتسبب نقص في الإفرازات بتاعتها. فلما هتسبب نقص في الإفرازات بتاعتها اللسان هيبتدي يتشقق. هنشبه بالظبط اللسان عامل زي قطعة الأرض، لو انت مرويتهاش هتلاقي فيها شقوق كتير قوي. بالظبط كذلك اللسان، اللسان لو مفيش لعاب هتلاقي برضو بيحصل فيه شقوق. فهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل التدخين شوية. تالت سبب معانا من أسباب الشقوق دي هو نقص فيتامين البيوتين. فيتامين البيوتين ده مهم جدا عشان بيعزز ويقوي من الأنسجة بتاعة اللسان. لو في نقص في الفيتامين ده هيسبب شقوق في اللسان. كمان الفيتامين ده مفيد جدا لصحة الشعر، وكمان مفيد لأنه بيقلل نسبة السكر في الدم. رابع سبب معانا لتشققات اللسان برضه هو التعرض لعدوى الكانديدا. العدوى دي بتبقى موجوده اكتر عند مرضى السكر، وكمان مرضى السكر بيبقى عندهم جفاف في الفم وبيبقوا معرضين اكتر ان يحصل لهم تشققات في اللسان. خامس سبب بقى من اسباب تشققات اللسان هو انك بتستخدم معجون او غسول فم وعندك حساسيه منه، فده هيسبب تشققات في اللسان. هتعرف منين ان انت عندك حساسيه من المعجون ده او الغسول ده؟ ان انت كل مره هتستخدمه هتحس ان لسانك بيحرقك جامد. ففي الحاله دي لو انت عندك حساسية من نوع معين من غسول او المعجون، هنبتدي نغير المعجون دون او الغسول دون لنوع تاني خالص. طيب برضك في بعض الامراض بتبقى مرتبطه بوجود تشققات في اللسان، زي داون سندروم او متلازمه داون. المتلازمه دي بقى تعتبر من احد اسباب وجود التشققات في اللسان، وبتبقى سببها ان وجود مشكله في الكروموسومات. تاني متلازمه معانا بيبقى برضو عندهم تشققات في اللسان، وهي متلازمه ميلكيرسون روزنتال سندروم. والمتلازمه دي بيبقى عندهم مشكله او اضطراب في الاعصاب. المشكله دي بتبقى نادره جدا انها تحصل، بس مشكلته ان هو بيعمل مشاكل في الوش وبيعمل تورم في الشفايف، وكمان بيسبب تشققات في اللسان. ثالث متلازمه معانا برضو بيبقى عندهم تشققات في اللسان هي متلازمه جوجرين. والمتلازمه دي بيبقى عندهم جفاف في الفم، فبيبقى عندهم برضو تشققات في اللسان، وكمان بيبقى عندهم الم في المفاصل. رابع مرض برضو معانا بيبقى برضو بيسبب تشققات في اللسان هو الناس اللي عندهم اللسان الجغرافي او الجيوغرافيك تانج. اللسان دون بيبقى عندهم بالشكل ده، ودي حاله اسمها التهاب اللسان المهاجر، وفي الحاله دي برضو بيبقى عندهم تشققات في اللسان. كده نكون خلصنا اسباب تشققات اللسان، وقلنا كمان الامراض المرتبطه بوجود تشققات في اللسان. نيجي بقى لموضوع الاعراض بتاعه التشققات دي، هتحس بايه عشان تعرف ان انت عندك تشققات في اللسان؟ اول حاجه انت لو بصيت للسانك في المرايه هتلاقي ان الشقوق دي واضحه جدا على سطح اللسان من فوق. تاني حاجه ان هتلاقي عندك حرقان في اللسان وانت بتاكل او وانت بتشرب، وخصوصا مع الحاجات الحاره او التوابل. تالت حاجه برضو هتلاقي في تغير في ملمس اللسان، يعني انت لو جيت مشيت صباعك كده على لسانك تحس ان السطح بتاعه اللي فوق هتلاقيه متعرج جدا. رابع حاجه هتلاقي فيه تغير واضح جدا في لون اللسان. خامس عرض بقى من اعراض تشققات اللسان ده هو انك هتلاقي عندك شعور بالحكه في اللسان، يعني دايما بتبقى عايز تحك لسانك. وبكده برضو نكون خلصنا اعراض تشققات اللسان دي. نيجي بقى لموضوع العلاج. في شويه طرق طبيعيه كده هتعملها عشان تقلل من الشقوق دي. اول حاجه انك هتشرب سوائل، لان شرب السوائل من الحاجات المهمه جدا اللي بتقلل من الاصابه بتشققات اللسان دي، لانها بتساعد في ترطيب الفم. يعني هي وجود السوائل دي في الفم هتحفز الغدد اللعابيه انها تفرز لعاب اكتر، وبالتالي مش هيبقى عندك مشكله جفاف الفم اللي هتسبب تشققات في اللسان. عشان كده مهم جدا انك تشرب ميه كافيه على مدار اليوم.
تاني حاجة هتعملها هو انك هتاكل فاكهة وخضار بيحتوي على نسب عالية جدا من المية، وكمان هتبعد عن الاكل برضو الفواكه والخضار الحمضيات لانها برضو بتأثر على تشققات اللسان دي. تالت حاجة برضو هتعملها هو انك هتشرب شاي اخضر، لانه الشاي الاخضر برضو بيأثر على الشروق دي وبيقللها وبيحميك من انه يجيلك تشققات في اللسان، فبتساعد في التقليل من تشققات اللسان، ومش بس كده هي كمان بتساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة. تالت طريقة معانا برضو عشان تقلل من تشققات اللسان دي هو باستخدام هلام الصبار. هلام الصبار يعتبر من الحاجات المضادة للالتهاب، يعني بتمنع الالتهاب اللي بيبقى موجود في اللسان، فلما هيمنع التهابات اللسان دي برضو هيقلل من وجود التشققات اللي بتبقى في اللسان. ومش بس كده كمان هلام الصبار مهم جدا لانه بيقلل من رائحة الفم الكريهة. طيب ازاي بقى استخدم هلام الصبار ده؟ كل اللي انت هتعمله هو انك هتجيب حتة صغيرة من هلام الصبار ده وتفرشها او تمسح بيها لسانك، وبعد كده تسيبها لمدة دقيقتين او 3 دقايق، وبعد كده تتمضمض بمية عادية خالص. اخر حاجة بقى معانا عشان تقلل من التشققات دي هو باستخدام النعناع، سواء بقى هتجيب النعناع ده تمضغه او تشربه عادي كأنك بتشرب نعناع، فده هيقلل من وجود التشققات اللي بتبقى موجودة في اللسان دي. وكمان معظمنا عارف الريحة العطرة بتاعة النعناع برضو بتقلل من رائحة الفم الكريهة. اخر حاجة بقى هقولك على شوية نصايح كده تعملها عشان تقلل من انه يجيلك تشققات في اللسان، وكمان تقلل من اعراض تشققات اللسان دي وما تخليهاش تزيد. اول حاجة هتعملها ومهمة جدا انك هتغسل اسنانك بالفرشة والمعجون عادي جدا مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل. وبعد ما تغسل اسنانك بالفرشة كمان هتغسل لسانك بالفرشة عشان تنظف اي جير او اي اكل بيبقى لازق في الشوق دي، فمهم جدا انك تغسل لسانك بالفرشة والمعجون عشان تمنع اي التهابات او ان الاكل يفضل متكون، لانه الاكل لو فضل موجود على اللسان هيجمع بكتيريا وبالتالي الشوق دي هتزيد اكتر. فمهم جدا يا جماعة انك تغسل لسانك بعد ما تغسل اسنانك. وتاني حاجة بقى لو انت عندك شقوق كتيرة في اللسان والشقوق دي عميقة قوي والطرق دي ما نفعتش معاها، ساعتها لازم تروح للدكتور بسرعة عشان يشوف الحالة بتاعتك. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وعرفنا اسباب واعراض وعلاج او الطرق الطبيعية لعلاج تشققات اللسان دي. ما تنسوش بقى لو في اي اسئلة تسيبوها لي تحت في الكومنتات هرد عليها. ما تنسوش كمان اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل الناس تشوف الفيديو. اتمنى لكم صحة كويسة. سلام.